بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما توه حكى حلا إن كريبتو كريبتو محاطه كاس شانل كم وحنا قوم قدرناي إن لا يدا حضا إن لا يدا حضا إن سومالي بيزنس شانل سومالي بيزنس شانل مركو حنا قط حلا قلناي إن أتكفى إيدان وحلي وحي عن سلينا هاي وبزنس أي كاس عدان أونلاين كا كل بمدب مدب سوق اللي دونا إمك كريبتا طبقة إنه صارن أنا قال لفت جاية تجابية سوق لكن وحوس ويالا إن حدا عاي وحوي كريبتا دو فيري فولا تايلا يالا دا مرك هواي وحن وحوي يعني مرمنا ولا جف فائدة إن لكن وحك فائدة أنت بدن ضدك مقارنة سامودة بدن مالك شرا مرك كريبتا محطة يرتب أوكي هالك ما صار مريسي الكوشو جابي كريبتو ومحاي كريبتو محاوي وديجيتال كارنسي أما ديجيتال أسد بلا رحمتي ديجيتال أما ديجيتال إيا أنالوج بلا كلا إيا كل جري جري يعني مين دات كني أركين مركي هوري يعني ديجيتال إيا أنالوج أنالوج وحاوي يعني وحا أو ما دركت هاي أنا ديجيتال كأين إيه مقارنة إيسا إن لا تابم كارتو صالحان ديجيتالنا وحاوي يعني وح أو سيستماتيك أو إنترنت كا يعني مثلاً أنت بدك بيس كريسان ما قرأته مركب يقول ديجيتال كارس والعك أنا تابن كريم ما تابن كريسيد أسرع وما تابن كريسيد أو قاعد تيدي أسرع وما تابن كريسيد لكن وحويان وديها وحويان العك أو أونلاين أو سوفتوير بيسكلي هو سوفتوير وسوفتوير العك أو ما قرأنا سال هذا بلوك جينز مركب بلوك جينز ده يروح كوش قيان وانقلي دونا فيديوهات أساس على لكن كان هو انتردكشن كريبتو محطها ورست كريبتو كارنسي كريبتو كارنسي وما كريبتو كارنسي مركب واحد ويان وديجيتال أسد وما والعك أو مقرنسة أونلاين كوبيس كريسان انتهاز أو أه ترانسكشن دي ده أما مقرنسة مركب العقل لك الحولين أيو أي عديان أما أي قيحان أما أي فيريفاي قريان إن مقرنسة الريكوريس أي نديوان قليان maintained ayna wadaan by a decentralized system halka ay ku kala duwan yahay baananka waa halka marka lacagta kiritada waa lacag aanu bank controlling marka haddii waxay kor iyo hoos bay u yeey kicitaankayga badan marna way fa hoos bay u degtaa marna way ka qasho sababtoo ah maxay wax back up ah oo magaraysa in sab back up gareeyo ama magaraysa reserve oo kaitsan oo yaani lacagtan ka dambeeyay ma jiro marka waxa weeyaan hada jeer sida khamaarka oo kale weeyaan marka waxa sida khamaarka oo kale barka lagu leeyahay waxa weeyaan waan ku faa'iidi kartaa waan ku khasaari kartaa la marka waxa weey lacag haday dhacdo imka dollar ko kale haduu dhaco the treasure waxa la raadaa ka dambeysa oo macdan ama garanaysa dahab iyo wax hadii uu bank ku dhaco salaaya sileeg oo lacagta ingiriiska yahay bank laakiin waxa weey lacagta waa decentralized bal raadi decentralized waa marka wuxuu bank ku hayo decentralized waa wax ayna cidba maamulinba marka kriptada cid ma maamusho iyadoo isticmaalaysa using cryptography wax la yiraahdo magaraas rather than hadda balaa halkaas waa halkan iyaga isku geysheeyay rather than in marka laga yimaado yacni si aanan ahayn centralized authority ma hal ilaada in centralized waa central oo meesha laga xukun yahay authority awood xadida oo centralized oo sida baaranka kala bankama dambeeyay moqti ayaana jirin bay kuleeyay marka decentralized cryptocurrency lacagtan oo decentralized ka ah ama ayna cid xukumin in ama ay maamulin such as bitcoin marka lacagtan ta ugu horeysa waa bitcoin ba lacag la yiraahdo crypto currency ama crypto dadka ay soo gaabintay crypto la yiraahdo digal crypto currency lacagta oo crypto ah ama digital asset ka ah waa lacag ayna cid control marka lacagta ugu horeysa waxay ahayd bitcoin lacagta la yiraahdo ولقى بيتكوين هتاد مغش والعكت وجوه رشة كريبتو كارنسيا إيه مقارنة كريبتا مقارنة ناو تاسو بروفايل كنت أن أوتل فور بيرسونال ورث إك قيني بات كل نقاني سو أرى العكو يلنا عيدا بيسبيش لدت كي برجي أي عصبة يبصري مقارنة that is beyond the restriction ما عرفت لو عدكم ما ملايسة مجرتو أو بان طبعا كنا بان هتاد لب حد العكت هذا جيني سائيو وحق أرنا يمجر مليون هتاد كلب حيسي ترانسكشن هان يعني وحويان وواد كل ورورجين كرتا عدكوا اللي بيسا مجرتو أن كونفيسكيشن يا وح بعد تان عدكوا كسميني سا مجرتو تاسوا محي وكريبتو محي تهاي دي أنا لوي هل كانوا حي جورمال صوصار كريبتو كريبتو وحال صوصار إلا بدي كوني سيدي دي
by unknown nin aanan la garanaynin ama group aanan la garanaynin oo magacooda isticmaalayay, yacni ninkaas wuxuu isticmaalayay bitcoin ka mas-uulka ahaa Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto ninka la dhaahdo ayaa soo saaray lacagtan maaragtay oo ka madax ahaa the currency began use in 2009. Lacagtu markuu horeysa la isticmaalay waxay ahayd 2009-kii when this implementation was released as open source software maaragtay, waxayna ahayd lacag loo sii daayay ama lacagtan waa software ba because maadaama online ku sameeyay geysigarsata waa software, bitcoin waa software, software kaas oo magaranaysa loo la yiri waa open source, micnuhu waxa iib marka waxa weeyaan qof kasta wax ku darsan kara oo yacni codadkayga ayaa la heli karay. Okay, haddana waxaa nidhi waa magaranaysaa goorma ayaa lacagtu qiimaha ugu horreeyay ee lacagtani lahayd, yacni qiimihi la kala siisanay waa imisa ranlo 30 bilood ee ugu horeeyay ay jirtay kiribtadu oo ka bilaabata 2011-ka silk road qolad la yidhaahdo exclusively accept ayaa si baaxad leh u aqbashay bitcoin lacagta as a payment, yacni in wax lagaga iibsan karo dollar uun ma aha bitcoin in wax lagu iibsan karo tanani sagtin taas oo marka qiimeygu ahaa magalasa yacni taasoo qiimeyga wax ku iibsadka 9.9 bilyan oo bitcoin maaragtay lacag aa ku aqbasha marka lacagtaasi marka bitcoin kuna worth about waxay u dhigmaysay 242 milyan ayay u dhigmaysay magalasa 9.9 bilyan ee bitcoin 241 milyan 2011-kii qiimuhu wuxuu ahaa 30 centi halka uu ahaanu soo socday waa halka 30 centi buu ahaa marata xabadii bitcoinkii ama lacagta digitalka ee bitcoinkii iyada oo isla markiiba tagtay $5.72 sanadkaas gudihiisa. Maanta laakiin markaan idhaahno bitcoinka oo keliya tan ka sheekeynayna uu jiray imise bitcoinba maanta adduunka jira, waxaa bitcoin oo adduunka jira maanta waa 18 imise yacni hamane cryptocurrency imise lacagayo oo cryptocurrency lagu magacaabo ayaa adduunka jirta maanta, waxaan idhay 18,000 oo cryptocurrency ayaa adduunka jirta. Okay, lacagtii ma beriga ahayd 2011-kii 30 centi bal imika internetkan ku qorayna maanta intay taagan tahay qiimaheedu intay taagan yihiin. Okay, ya internetka xoogaa iga yar culusi daad hala bitcoin price maanta ya maanta eg bitcoinku marka maxaa aaway bitcoin price today habadi bitcoin ya bitcoin bit u baaray lay antu maraysa maanta day 42,474 pound bay maraysa intaas hadaan ku dollar ku bedelo intan ay maraysa to GBP to USD waka 30,000 bay maanta maraysa 30,212 ayay maanta maraysa ay weli hoos u soo dhacday intana way ahaan jirtay 30 centina way ahaan jirtay ninkii bergii $2,000 ii ku iibsaday maanta waa millionaire. Marka inta yar baan kusoo koobaynaa cryptodii maanta maxaa hela waxay ahayd iyo qiimeyga intuu yahay iyo goorta lasoo saaray saasu mujaana kugu soconayaa like-ta iyo subscribe-ta iyo magaraysa share-ta dad ee noogu dadaala idinkoo mahadsan aad iyo aad. Laakiin su-aasheedu waxay tahay ha iibsanin wax la dhahda cryptocurrency adiga oona research sameynin oona aad u baadin annagoo kolba waxay nala tahay waan soo gelinayaa haddii ilaahay yidhaahdo lacagaha fiican had iyo jeer lacagaha 10 ugu sareeya ama 15 ugu sareeya ugu badnaan ayaa la jiwalee 10 ugu sareeya baa la iibsadaa haddaad sii kartidna 2 ugu sareysa bitcoin iyo magaranaysaa mid leh ethereum wii fideyada dhammaan ka hadli doona aad iyo aad baan dhigi wa salaamay akhyaarta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.